Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. Muhammad Talha and you're watching Learn English with Mr. Talha. طبعا يا حبايبي النهاردة هنعرف هل ممكن تبقى الإجابة مش بيس ونو واعمل سؤال برضو بيبدأ بفعل مساعد. حضرتك قلت لي قبل كده ان لو الإجابة بيس ونو يبقى انا هنا سؤالها بيبدأ بفعل مساعد. طب هل ممكن الإجابة تكون عادية ما فيهاش يس ونو واعمل سؤال بيبدأ بفعل مساعد؟ هقول لك ايوه طبعا عادي جدا. تعال نشوف المثال ده. When I say yes I'm a teacher. نعم انا مدرس. لو انا جيت قلت لك اعمل لي سؤال هتقول لي طبعا الاجابه بيس يبقى السؤال هيبدا بفعل مساعد. اي ام انا عارف انها بتطلع ار يو فهتبقى ار يو ا تيشر ار يو ا تيشر. طيب لو انا جيت قلت لك بقى الجمله دي اي ام ا تيشر انا مدرس وقلت لك هنا انا عايز السؤال ده يبدا بفعل مساعد ما يبداش باداه استفهام هتبدا تقول لي لا احنا واخدين ان ما ينفعش ابدا بفعل مساعد الا لما يكون الاجابه بيس ونو. هقول لك لا انا ممكن ابدا السؤال بتاعي بفعل مساعد وما جاوبش بيس ونو. امتى الكلام ده؟ قال لي لما يكون في تشويسز اختيارات في السؤال. بمعنى when I say are you a teacher or a doctor again are you a teacher or a doctor يعني هو انت مدرس ولا دكتور. هنا طبعا بطبيعة الحال مش هلاقي نفسي بقول yes ولا no. أمال هختار واحدة من الاثنين يا إما teacher يا إما doctor. فهنا حد أجاوب أقول I'm a teacher or I'm a doctor. Another example مثال تاني. When I say this is my uncle يعني ده عمي. لو أنا قلت لك اعمل لي سؤال بفعل مساعد هتستغرب شوية. ليه؟ لأني متعود طالما إجابة عادية مش بادئة بيس ولا نو بعمل سؤال بأداة استفهام. لكن هنا حط اختيارات وهيبقى السؤال بتاعك صحيح. يعني المثال ده انت بتقول this is my uncle يعني ده عمي. لو انا جيت قلت لك اسال لي بايز اللي هو الفعل المساعد وحط this وماي انكل طلع شكل ماي يبقى is this your uncle. حط لي اختياري تاني بقى or your father. Is this your uncle or your father هو ده عمك ولا باباك. You will say this is my uncle. هنا مش هتحتاج تقول yes ولا no. كده عادي جدا ان انا الاجابه ما تبقاش بيس ولا واعمل سؤال بيبدا بفعل مساعد. معناها امتى؟ لما احط اختيارات في السؤال ما بينهم كلمه or. Thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. Goodbye. السلام عليكم.